أهلا بكم في مرايا، مبروك، ألف مبروك تأهل المنتخب المصري الكروي لمونديال كأس العالم في روسيا 2018، يعني بهذا الفوز الحماسي المثير على نظيره منتخب الكونغو في موقعة استاد برج العرب الحاشدة. قبل ذلك ضرب السعودي موعدا مع المجد حين تجاوز اليابان في موقعة الجوهرة بجدة بهدف تاريخي للفهد الأسمر فهد المولد. كرة القدم هي أهم رياضة عالمية، وهي بصراحة تتجاوز مجرد كونها لعبة عادية، هي اقتصاد، يعني لها عدة قراءات، هي اقتصاد عالمي كبير، مجال سياسي مثير. يكفي بس نتذكر على سبيل المثال الحكي على السياسة، يعني صفقة اللاعب البرازيلي نيمار لصالح نادي باريس سان جيرمان الممول من قطر، والضجة السياسية التي أحدثتها، وأيضا الضجة الأخلاقية والعالمية. جنون العالم كله هو لعبة كرة القدم، الكبير والصغير والرجال والنساء. ليش أخذت الكرة هذا الجبروت العالمي؟ سحر التنافس، بساطة اللعبة، كون المشاعر القومية أو الجهوية أو الإثنية أو حتى الطائفية تجد في التشجيع الحماسي لفريقها نافذة تعبر فيها عن هويتها ومشاعرها. ممكن هذا الكلام، خاصة إذا شفنا كيف ارتباط مثلا واحد من أشهر أندية العالم نادي برشلونة، كيف ارتبط هذا النادي بإقليم كتالونيا الذي يريد الاستقلال الآن، وصايرة قصة كبيرة في أوروبا في أسبانيا لأنه يريد الاستقلال عن إسبانيا، حيث نجد مثالا صارخا عن تمازج السياسة بالرياضة وتحديدا كرة القدم. نذكر منظر لاعب برشلونة بيكي وهو يبكي حين ذهب للتصويت. كرة القدم لا تعترف إلا بالموهوب المعطاء دون نظر لطائفته ولا لونه ولا دينه. وكلنا شفنا كيف صار اللاعب الفرنسي المسلم من أصل جزائري زين الدين زيدان بطل فرنسا القومي حين قاد المنتخب الفرنسي لتحقيق اللقب العالمي كأس العالم، وظهرت صور زيدان على قوس النصر الباريسي. تاريخ اللعبة مثل ما يقول بعض الباحثين قديم جدا بشكلها البدائي طبعا، وعند العرب الغريب في إشارة للكرة. تخيلوا في معلقة عمرو بن كلثوم الجاهلية يقول فيها هذا البيت، هو بيت ممكن يعني باللغة العربية القديمة صعب شوي بس يعني يشرح. يقول عمرو بن كلثوم: يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينة. طيب الشرح، الحزور أو هو الغلام الغليظ الشديد، وجمع حزور حزاورة. يقول الشاعر أن قومه من شدة بأسهم يدحرجون رؤوس أقرانهم أعدائهم كما يدحرج الغلمان الغلاظ الشداد الكرات الكرينة في مكان مطمئن من الأرض، كما جاء طبعا في شروح المعلقات القديمة. أما التاريخ المعاصر لساحرة الشعوب كرة القدم فتقريبا الإجماع على أن أصله إنجليزي. 1857 تم تأسيس نادي شيفيلد الإنجليزي كأقدم نادي في العالم. 1862 وضعت أول قوانين لكرة القدم. 1904 تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم في باريس. 1930 تم تنظيم أول مباريات كأس عالم في أوروغواي. 1934 مصر أول منتخب عربي وأفريقي يصل لنهائيات كأس العالم. 1986 المنتخب المغربي أول منتخب عربي يتجاوز دور 16 في بطولة كأس العالم. 1994 المنتخب السعودي في أول مشاركة له بكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية حقق فيها أفضل نتيجة ومستوى في مجمل مشاركاته. إذن طبعا مشاركات المونديالية، إذن شفتوا كيف انهمرت شلالات الفرح في مصر لحظة أنهى حكم المباراة بهدف محمد صلاح من ضربة الجزاء. وهنا بالضبط تكمن القوة الهادرة لكرة القدم. هكذا انفجرت المقاهي والشوارع فرحة بتأهل مصر لكأس العالم بعد غياب 27 عاما. وما فيهاش 28 سنة نستنى تاني، ما فيش بعد روسيا يا جماعة، يعني أنا ما شفت كأس العالم، ما شفناش كأس العالم، حرام يبقى أكتر من كده ولا نستنى حتى 45 دقيقة زيادة. اقسم لك بالله ومليك عليا ايتو حلفان، دي مش ليله عاديه، دي الف ليله وليله. ابو صلاح عملها وودانا المونديال. ابو صلاح ده مش لعيب عادي، ده لعيب عالمي.
من حسن الحظ أن تأهل مصر كان مع تأهل المنتخب السعودي في مباراة تاريخية هي الأخرى على استاد الملك عبد الله بجدة الجوهرة، وانهمرت لحظتها شلالات الفرح الخضراء. سجلت السعودية موعد خامس تاريخي مع نهائيات كأس العالم. أفرح المنتخب السعودي حتى أطرب جميع السعوديين ومحبيه. لحظات حاسمة انتقل فيها الأخضر إلى روسيا 2018 بعد غياب دام 12 عاماً. حضر ملعب الجوهرة ما يقارب 62 ألف متفرج، أغلبهم من فئة الشباب وما دون الشباب. ففي تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن أكثر من 58% تقل أعمارهم عن 30 عاماً، أي آخر مرة حضروا مباريات المنتخب في العام 2006 في ألمانيا كانوا صغارا. فاعتقد الأغلب بأن المنتخب أصبح يابساً، إلا أنه اخضر من جديد. السؤال: من ينسى فرح البدايات الأولى مع المنتخب السعودي؟ إذا تتذكرون في أول ظهور مونديالي بأمريكا 1994، البداية كانت في تصفيات مونديال 94 عندما دخل المنتخب السعودي الجولة الختامية أمام إيران وهو في حاجة إلى الفوز من أجل ضمان التأهل وعدم الدخول في حسابات معقدة. الأخضر حقق فوزا صعبا على إيران بأربعة أهداف لثلاثة ليحجز مكانه في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. كيف كانت أصلا مجمل مشاركات العرب على مدى تاريخ كأس العالم؟ تأهل المنتخب السعودي 5 مرات بين عامي 94 و2018. تأهل كل من المنتخب المغربي والجزائري والتونسي 4 مرات. تأهل المنتخب المصري 3 مرات. تأهل كل من المنتخب الإماراتي والكويتي والعراقي مرة واحدة. طيب الآن بعد قطف السعودية ومصر لبطاقات الصعود لحافلة العالم، يبقى الدور على تونس والمغرب، الله يعينهم ويسمح دربهم. نحن لا نتحدث عن لعبة رياضية وبس، نحن نتحدث عن إرادة دول، عزيمة شعوب، وعمل محترفين، وحماسة شباب تفلق الصخر وتركب على صهوات المستحيل. فأهلا بمصر والسعودية في أهم حفلة كرة قدم على الأرض. في مونديال سابق قال المهاجم السنغالي الحج ضيوف: وصلنا هنا صغارا وسنذهب كبارا جدا، وقد كان بعد فوز بلاده على فرنسا حاملة اللقب في المباراة الافتتاحية. إلى اللقاء.